في كلمته أعرب سلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين عن شكره للرئيس السيسي وعن سعادته للمشاركة في افتتاح أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة. إنني في هذا المحل الشريف في هذه البلدة الطيبة مصر المعمورة ببركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبركات أهل بيته الكرام عليهم السلام أشكر جمهورية مصر العربية رئيسها الحبيب وحكومتها العزيزة وشعبها الكريم على أن سمحت لي ببناء هذا الزريع على مقام سيدتنا نفيسة رضوان الله عليها المعروفة بنفيسة العلم وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد والتقوى والحلم والإيمان والمتشرفة بشرف القرآن والمنتمية إلى الإمام الحسن المصطفى سيد شباب أهل الجنة وأسأل الله تعالى بحرمة جده النبي المصطفى سيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبحق أهل بيته الكرام أن يتقبل منا هذه الخدمة اليسيرة التي لا تساوي شيئا في جنب إفضالهم على الأمة الإسلامية بل على البشرية كلها كما أدعو الله تعالى أن ينعم على فخامتكم بالصحة والعافية وينعم على مصر وأهل مصر بنعمة الوئام والسلام والاستقرار والازدهار.